بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. الاصحاحين بتوع النهارده الاصحاح التاسع والاصحاح العاشر بيحكوا لنا عن اختيار شاول اول ملك لشعب بني اسرائيل قبل داود الثاني. الإصحاح اللي فات الإصحاح الثامن شفنا إصرار شعب بني إسرائيل إنه حسب توصيف ربنا له المجد لصمويل رفض قيادة الله للشعب، رفض إن الله له المجد القدوس يكون هو قائد وملك هذا الشعب، وشافوا أنه في أمثلة الشعوب اللي موجودة حواليهم مثال ليهم هم، فاختاروا أنهم يكون لهم ملك أرضي منهم من البشر يقودهم زي بقية الشعوب. نتائج الكلام ده كانت طبعا نتائج وخيمة جدا، هم ما أدركوش الحكمة الإلهية في أن الله بيقودهم وأصروا، وربنا له المجد طيب خاطر صمويل لأن انجرح جدا وظن أن ده رفض له هو في سنه الكبير وفي سنينه الكتير اللي جاهد فيها وتعب وبذل مجهود ضخم جدا وأسس لهم مدارس للأنبياء وعلمهم وفهمهم ونهض بالشعب، لكن كل ده قوبل بالرفض، فهو انكسر، قلبه انكسر يعني وحزن. ربنا له المجد طمنه وقال له ما رفضوكش أنت يا صمويل، هم رفضوني أنا فما تزعلش. الإصحاح التاسع والإصحاح العاشر اللي احنا بصدده النهاردة بيحكوا عن قصة اختيار شاول الملك والحكمة من وراء اختيار هذا الرجل. الحقيقة قصص كتاب مقدس كلها قصص يعني بنرى فيها يد الله والتدبير الإلهي بوضوح، كل القصص بنشوف فيها أن الله ضبط الكل، كل الأمور بتبقى بتدبيره بتخطيطه، هو ضابط الكل، كل الأمور بين إيديه وبيظبط الأمور في الآخر لمصلحة الإنسان. القصة بتاعت النهاردة مثال صارخ واضح جدا للكلام ده، لمقاصد الله اللي بتتم في النهاية، إن ربنا ماسك بكل الخيوط حتى لو كانت إرادة الإنسان غير كده، لأن محبة الله إن الكل يخلص ولما الكل يخلصون ولمعرفة الحق يقبلون، ففي الآخر ربنا بيحول الأمور وبيظبط الأمور رغم عناد الإنسان وإصرار الإنسان، لكن ربنا بكل قوة وبكل حب بيقود الإنسان في الآخر لمقاصده الإلهية وبيظبط هو الأمور. فلو نمشي مع بعض في الإصحاح حبة حبة كده ونشوف إزاي ربنا اختار صمويل، إزاي ربنا اختار شاول، وليه ربنا اختار شاول بالذات. الحقيقة شاول شخصية حلوة، يعني لما نقرأ مع بعض نطلع كلام جميل قوي في شخصية هذا الرجل، لكن ربنا له المجد شايف أبعاد إحنا ما إحنا شايفينها. يعني إحنا ممكن نكون شايفين من وجهة نظر بشرية بحتة محدودة جدا، لأن الإنسان محدود في حواسه وفي تفكيره وفي رؤيته وفي مشاعره، الإنسان محدود جدا، لكن ربنا له المجد بينظر إلى ما وراء المرئي مننا والمتوقع مننا، هو فوق كل هذا وأبعد وبعد كل هذا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من عارف فكر الرب ومن صار له مشيرا. ربنا أعمق مننا بكتير بما لا يقاس طبعا. فهم شايفينه حلو وإحنا هنشوفه حلو، ولما نقرأ مع بعض هنطلع جوانب جميلة جدا، لكن في النهاية هو خذل هذا الشعب ورفض من الله، رفض من الله لأن زي ما بقول ربنا شايف اللي احنا مش شايفينه. بيأتي مجيء هذا الإنسان إلى هذا المنصب الرفيع جدا كأول ملك لكي ما يحقق إرادة الشعب، وفي الوقت نفسه بيحقق درس لهذا الشعب. ربنا أراد أن الدرس ده يكون واضح في عينين الشعب،
ربنا يستخدمه كدرس ليهم عشان يقول لهم مش زي ما انتوا شايفين ومش زي ما انتوا بتقيسوا، انا ليا مقاييس تانية. لدرجة ان السؤال اللي بيتبادر لذهن اي انسان لما بيقرأ هذه القصة وتبادر لذهني وانا بقرأ الاصحاحين، بقول طيب لو كان ربنا ابتدى بداود الملك اللي واضح ان هو عكس تماما صورة شاول، صبي صغير رقيق المشاعر جدا جدا، لا بتاع يعني محدود القدرات بتاع غنم، عيل يعني لو أقارنه بشاول الملك أو الملك هو عيل صغير صبي صغير، حلو العينين أشقر الشعر. فلدرجة أنه صموئيل نفسه يعني استغرب لما جه يختار، كان بيختار اخواته الطوال والكبار، وابوه ياسا كان مخبيه ما اعتبروش، ما حطوش في لستة اللي ممكن يكونوا كانديدتس لهذا المنصب الرفيع العالي جدا. فلو فرض ده السؤال اللي انا بساله، لو فرض ربنا كان اختار داود قبل ما يجيب لهم شاول، يا ترى كانوا هيبقوا مبسوطين ويختاروا داود؟ بلا شك لا، ديفينتلي لا. وده السر وراء اختيار شاول في الأول قبل داود، عشان لما تجربوا غيري تعرفوا خيري، على رأي الايه؟ على رأي المثل يعني. هو الحقيقة اختيار الشعب، لكن ربنا قدمه لأنه عارف أنه ما يختاروه، عشان ما يتبادرش لذهننا السؤال اللي يقول لما احنا هنقرأ مع بعض دلوقتي، طب ما ربنا اللي اختاره، ما ربنا اللي جابه هو، بس يعني ربنا قاري فكرهم، عارف هم بيفكروا ازاي، وعارف هم بيختاروا ازاي، وعارف مشاعرهم ايه واحاسيسهم ايه وتفكيرهم ايه واللي جواهم ايه، ولهم هو ده انتوا عايزين ده، قالوا ايوه هو ده. فهو يعني ربنا بس ساعدهم في ان هم ما يتعبوش كتير في التدوير، قالهم خدوا اللي انتوا بتفكروا فيه ونشوف النهاية هتكون ايه. وقد كان. ف اللي بركز عليه وبقول انه هنلاقي فيه حاجات حلوة، لكن هذه الحاجات الحلوة احبائي ممكن تخلي في الاخر حكمنا احنا غلط. مش كل اللي احنا نشوفه حلو يكون هو حسب ارادة الله، مش كل اللي احنا نختاره صح هو اللي صح في نظر الله وفي تدبير الله. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نفتح الكتاب المقدس على الاصحاح التاسع، ونحاول نحن نخلص التاسع والعاشر مع بعض النهاردة، لأنهم قصة واحدة واحدة واحدة. كان رجل من بنيامين اسمه قيس ابن أبي إيل ابن سرور ابن بكورة ابن أفيح ابن رجل بنيامين جبار بأس. كان له ابن اسمه شاول شاب وحسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه، من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. يعني إنسان شاب طويل القامة ورقبته طويلة جدا، يعني علامة من علامات القوة الجسدية اللي تنفع في الحروب، يعني إنسان جبار بأس. فضلت أتن قيس أبي شاول، الأتن اللي هي جمع أتان يعني سوري الحمير، جايز يكونوا 10 جايز يكونوا 15 قطيع، يعني لأنه مش واحد ولا اتنين، لأنه أثاره اهتمام هذا الرجل قيس أبو شاول. ضلت أتن قيس أبي شاول، فقال قيس لشاول ابنه خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش عن الأتن، روح دور عن الأتن. فعبر في جبل إفرايم. شوف بقى هيعمل ايه شاول، بقى هيسمع الكلام ولد كويس، بيسمع كلام ابوه، والى اي مدى هتكون الطاعة بتاعته، مطيع جدا، يعني من الصفات الحلوة اللي فيه، اول الصفات الجميلة فيه غير الصفات الجسدية اللي احنا بسائلينها. فعبر في جبل إفرايم ثم عبر في ارض شل إيه خطر فيع قوي
فلم يجدها. ثم عبر هو والولد اللي معاه في أرض شعليم فلم توجد، ثم عبر في أرض بنيامين فلم يجدها. ولما دخل أرض الصوف قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لألا يترك أبي الأتن ويهتم بنا. ودي تاني صفة كويسة فيه، أنه مطيع وعنده إصرار على تنفيذ المهمة، لأنه مش مجرد أنه بيأدي واجب يلا ما لقيناهاش من أول يوم. ده قعد مسيرة 3 أيام من جبل لجبل ومن منطقة لمنطقة، يعني مسح المنطقة وتعب، مشي مشي كبير جدا كتير جدا من جبل إفرايم اللي مش عارف لفين لفين، لغاية لما وصل لأرض صوف. أرض صوف دي اللي هيقابل فيها صمويل. خلي بالك، هو هيقعد يدور، نهاية القصة يعني هيقعد يدور على الأوتون دي الحمير دي ومش هيلاقيه، مش هو اللي هيلاقيه، غيره اللي هيلاقيه. واخد بالك؟ فلكن البداية كانت أنه ربنا بينكشه علشان في الآخر يقابل صمويل. فمش الغرض هو أنه يبحث عن الأوتون، الغرض أنه هو يخرج من بيت أبوه عشان يلقي صمويل. فده تدبير الله. فالولد مطيع وبيصر وبيشتغل بذمة وضمير وبيدور، مش مجرد كروتة. حاجة وقفته بعد 3 يوم، ودي الحاجة التانية الكويسة اللي فيه، أنه رقيق المشاعر ويفكر في قلق الآخرين. مش يا عمي يعني، لا، هو بيحس أن أبوه ممكن يقلق عليه، وأن أبوه ممكن يقول لك أنا هضيع الولد عشان شوية حمير، فخلاص يقول لك يترك الحمير ويفكر فينا، يبتدي يفكر فينا احنا. فالولد رقيق المشاعر، ودي صفة حلوة الحقيقة، يعني هي يمكن ما تكونش في الموضوع لكن درس حلو لينا، اننا نفكر في قلق الآخرين علينا كمان. يعني الواحد لما بيخرج مثلا مشوار ممكن تليفون صغير يطمن اللي في البيت، شيء بشيء يذكر يعني. يعني ممكن اللي في البيت ده يكون قاعد قلقان عليك جدا، وحتى نقول الكلام ده لأولادنا والبناتنا، وتخرجوا ديني تليفون يا ابني طمن عليك، لان فعلا انا بقلق فعايز اطمن عليك. او اهلينا في مصر، ممكن امي ابويا اخواتي يكونوا قلقانين علينا، ومكالمه تليفون انا ساعات بطنش او انسى نفسي في الخدمه ولا في العمل ولا بتاع، اكلمش اخواتي ولا بتاع، ويكونوا قلقانين في الحكايه، الراجل نتصل بيه ما بيردش، بنتصل بيه ما بيردش، ايه الحكايه؟ فدي كانت من الصفات الحلوه اللي في شاول، انه بعد 3 يوم قال الله ده ابويا هيقلق عليا. آية 5، احنا كنا لما دخل ارض صوف قال شاول لغلامه الذي معه: تعالى نرجع لئلا يترك ابي الاتن ويهتم بنا. فقال له: هو ذا رجل الله في هذه المدينه، والرجل مكرم، كل ما يقوله يصير، لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. قال له احنا وصلنا للمنطقة الأرض صوف دي، عندنا رجل الله موجود في المنطقة، تعال نسأله. فكل قصة الحمير والقطن والكلام ده عشان تورينا الراجل صفاته حلوة ازاي، وفي نفس الوقت عشان يلتقي برجل الله. لكن النقطة اللي ناخد بالنا منها ان شاول فيما يبدو ان الموضوع الامور الدينية دي ما كانتش في ذهنه خالص خالص، ما كانتش في ذهنه. فالغلام اللي بيقوله على رجل الله، رجل الله ده مشهور جدا، صمويل في ذلك الوقت كان مشهور جدا، لانه كان بيجوب البلاد بالطول وبالعرض، وله في كل مكان اكتر من مدرسة، مدارس الانبياء، وعرف زي ما احنا قرينا قبل كده انه من الشمال من دان إلى بير 7 في الجنوب، عرف أن صمويل صار هو النبي، هو نبي الله، هو رجل الله. لكن فيما يبدو أن شاول ملوش في الكلام ده خالص خالص. فدي من الحاجات اللي نلاحظها في شخصيته. احنا بنشوف شخصية الراجل إيه اللي ربنا اختاره ده علشان يكون ملك. فهو من حيث المنظر والشكل طويل القامة، رقبته مش عارف طولها إيه، صبي جميل، آسف، شاب جميل، أبوه جبار بأس بنياميني، رجل حلو يعني، ومخلص في المهمة اللي بيقوم بيها، ومطيع، وعنده مشاعر حلوة تجاه أبوه. فدي كلها حاجات كويسة، لكنه ما كانش يعرف مين هو رجل الله. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاول للغلام: هو ذا نذهب،
فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد نفز من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله، ماذا معنى؟ ودي نرجع تاني نقول حاجة حلوة في صفات هذا الرجل شاول ابن قيس، أنه كان خير، يعني من الصفات الحلوة فيه أنه كمان كان رجل خير. خجل أنه يقابل رجل الله بدون هدية. طب نقابله إزاي؟ ما كنتش معنا هدية، مش عيب برضو؟ طب أنتوا طالعين تدوروا على الحمير ورايحين تسألوه عن الحمير، ما أنتش خارج من البيت من بيت أبوك بقصد وبنية أن أنت تسأله أو أن أنت تلجأ ليه، فكنت تاخد معاك هدايا يعني. لكن هو الرجل برضو استعيب أنه يدخل من غير هدية ومعهوش الخبز. فعاد الغلام وأجاب شاول وقال: هو ذا يوجد بيدي ربع شاق الفضة، فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. قال: أنا معي ربع شاق الفضة، ودي كانت حاجة قليلة خالص، ما كانتش حاجة كبيرة يعني. سأبقى في إسرائيل سابق، آسف، آية 9: سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهب إلى المدينة التي فيها رجل الله. يمكن احنا قلنا في المقدمة لو تذكروا من كم أسبوع لما كنا بنتكلم في مقدمة سفر صمويل النبي، انه من في حاجات كده كانت اول مره تذكر في السفر ده، زي المسيا مثلا او رب الجنود. العبارات دي ما ذكرتش في الكتاب المقدس خالص من اول سفر التكوين لغايه لما وصلنا لصمويل الاول، ما سمعناش عن كلمه المسيا. المسيا كلفظه مسيا ما كانتش موجوده خالص، دي اول مره. الحاجات برضو اللي ذكرت رب الجنود لم تذكر قبل كده خالص، اول مره تذكر في هذا السفر. الرائي اول مره يقال على النبي الرائي، وكان اسمه الرائي. فلحد سفر صمويل الاول كان بيتقال عليه الرائي، ما سمعناش العباره دي او التعبير ده او اللفظه دي قبل كده. وفيما هما اي 11، فيما هما ذا صاعدان من مطلع في مطلع المدينه، صادف فتيات خارجات لاستقاء الماء، فقال لهن: أهنا الرائي؟ فأجبنهما وقلنا: نعم، هوذا هو أمامكما، اسرع الآن لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأن اليوم ذبيحة للشعب على المرتفعة. حين عند دخولكما المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفعة ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي لأنه يبارك الذبيحة، بعد ذلك يأكل المدعوين. فالآن صعدا لأنكما في مثل اليوم تجدانه. يعني اللي دلهم على المكان هم البنات دول اللي كانوا طالعين يستقوا. يعني حكاية البنات اللي طالعين يستقوا دي موجودة من سفر التكوين، من أيام يعقوب ومن أيام رفقة ولقاء رفقة، تكوين 24، رفقة وإسحاق وموسى نفسه كمان، لما في قصة يثرون حمية ويثرون البنات قبلوه عند البير. يعني لقاء البير ده لقاء شهير قوي قوي، والبنات اللي بيستقوا ماء دول باستمرار بيكونوا موجودين. وده إشارة، البير ده تملي إشارة للروح القدس، المية، واخد بالك؟ يعني تملي الروح القدس هو اللي بيرشد الطريق بتاعنا. دي إشارة صغيرة كده تلاقيها موجودة كتير في قصص الكتاب المقدس. 14: فصعد إلى المدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصمويل خارج للقائمة ليصعد إلى المرتفعة. لقاء جميل قوي، صمويل قابل شاول والصبي اللي وياه وهم طالعين يقدموا الذبيحة على المرتفعة. والرب كشف أذن صمويل، صمويل ده بتاع تكلم يا رب فإن عبدك سامع. حياته كلها بيردد هذه العبارة: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. فيقول لك: كشف أذن صمويل. يعني ما هوش رأيه بس، يعني عينه بتشوف وودنه بتسمع. كلام حاجة جميلة جدا، تعبيرات في منتهى الرقة وفي منتهى الجمال بنقراها في الكتاب المقدس. يعني هو الرأي المفتوح العينين، كان يسموه مفتوح العينين، الرجل مفتوح العينين، زي ما إليشع قال على، آسف، جحظي قال على إليشع إنه مفتوح العينين.
وإليشع قال عن جحظي أيضا، قال له افتح يا رب عيني الغلام عشان يشوف أن الذين معنا أكثر من الذين هم علينا. فده رأي، عينه مفتوح. لكن صمويل كمان فيه صفة جميلة ما تقلتش على حد تاني بالوضوح ده، لأنه بتاع هذه العبارة الجميلة: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. جميل أوي الإنسان قبل ما يخطو خطوة من خطوات حياته، يعني دي دروس لينا في الكتاب المقدس، الإنسان لما يخطو خطوة في حياته يقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، افتح وداني يا رب، عايز أسمع صوتك، عايز أشوف أنت بترشدني إزاي، بتعلمني إزاي، بتأمشي في أنهي طريق. والصاب يقول له، قال له نذهب للرأي لكي ما يكشف لنا أي طريق نسلك، نرجع ولا لسه ندور على القطن، نرجع عشان نراضي أبوك ونطمنه، ولا نكمل في طريقنا ندور على، ولسه مشغول بفكر الحمير بيدور على الحمير. فيقول لك الرب كشف، آية 15، الرب كشف أذن صمويل قبل مجيء شاول بيوم. يعني لقاء تدبير الله، ما أنا بقولك ربنا اللي بيرتب الحكاية، ربنا هرب شوية القطن الحمير وطلع شاول في اللفة الطويلة دي من حتة لحتة 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 لغاية لما وصلوا لأرض صوف، والبنات قالوا لهم الرأي هو، لأن الولد قال لهم قبل، الولد قال قبل كده نطلع للرأي. وربنا كلم قبلها بيوم، كلم أذن صمويل وكشف له. ما صمويل مهموم بالموضوع ده، عايزين ملك عايزين ملك عايزين ملك، قال له استنى أنا أرتب لك، أنا أجيب لك اللي هم عايزين، هم عايزين واحد طويل، عايزين واحد فيه صفات حلوة، بس هم مش واخدين بالهم من الصفات دي وقتية، لأنه هيبتدي بداية حسنة لكن هينتهي بداية مرة جدا جدا، زي ما بولس الرسول كان بيقول للأهل غلاطية: كذا أنتم جسدانيون بعدما ابتدأتم بالجسد تكملون بالروح، هكذا أنتم أغبياء بعد كنتوا ابتديتوا بالروح وبتنهوا بالجسديات. وشاول ينطبق عليه هذا الكلام للأسف. يعني الرب كشف أذن صمويل قبل ما جاء شاول بيوم. تذكر أيضا بدم وقفنا عند النقطة دي أنه شاول الترسوسي، بولس الرسول بقى مش شاول، ده شاول الترسوسي بتاع العهد الجديد، لما ربنا ظهر له في السكة في الطريق وأعلمه أنه يذهب إلى حنانيا برضو قبلها على طول، أو يعني في تزامن مع الوقت ترتيب تدبير إلهي، كشف ربنا العينين حنانيا، ظهر لحنانيا الرسول أسقف دمشق في ذلك الوقت وقال له هيجي لك شاول. فتخض جدا، قال له مش هو ده رب اللي كان بيقتل ولادك وبيقبض عليهم وبهدل استفانوس وكان شاهد على قتله، كان مرعوب. فربنا طمنه له المجد وقال له لا يا حناني هذا إناء مختار لي، اطمن جدا سوري كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فتلاقي ربنا له المجد، هو ظابط الأمور وبيظبط الأمور مع بعض، يعني بلانر حاجة مش ممكن، حاجة يعني تفرح القلب كده وتطمن الواحد. ليه يا رب احنا حياتنا ملخبطة؟ ليه حياتنا ملخبطة؟ ليه بنبقى مترددين وخايفين ومش شايفين ايدك يا رب؟ لان ما تعودناش نقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. السؤال اللي تملي بنسأله، طب انا اشوف ارادة ربنا ازاي؟ انا نفسي اسمع صوت ربنا. تسمع صوت ربنا لما تسأل، تسمع صوت ربنا لما تهدى من جوه، تسمع صوت ربنا لما تسلم له المشيئة. يستحيل إنسان يسمع صوت الله أحبائي وهو خالي من فضلة الصلاة. وللأسف الجيل بتاعنا ما بيعرفش يصلي مهما كانت لنا مظاهر الصلاة، لكن احنا ما بنعرفش نصلي، ما بنعرفش يكون لنا مخدع، ما بيعرفش يكون لنا التزام، ما بنعرفش نتمسك بالقانون الروحي بتاعنا، بقينا ماشيين بطريقة عشوائية، عشان كده حياتنا بتلخبط، حياتنا بتبقى ملخبطة. الصمويل الصبي الصغير اللي من سن 3 سنين اتفطم من حضن أمه وترمى في حضن الله، كانت حياته كلها صلاة، كل حياته كانت صلاة. تكلم يا رب فإن عبدك سامع، دي كانت يعني العبارة السلوجن بتاع حياته كلها، عنوان حياته كلها، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. يا ريت السفر ده أو هذا الجزء من السفر نخرج منه في حياتنا بهذا الشعار: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. الرب كشف أذن صمويل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل لك رجل من أرض بنيامين. وداله المواصفات بتاعته، رجل من أرض بنيامين، امسحه رئيسا لشعبي فيخلص شعبي
من يد الفلسطينيين، هما كانوا بيئنوا تحت نير الفلسطينيين، فربنا قال له انا هحل لك المشكله، يعني هضرب عصفورين بحجر، انا برضو ناظر لانين شعبي وهريحهم، فادلهم واحد رجل بائس يقدر يخلصهم من الفلسطينيين، وفي نفس الوقت هياخدوا درس محترم ويعرفوا ان الله حق مش زي ما ينظروا، وهيشوفوا ان النهايه مش هتكون كويسه، هو حسب اختيارهم انا هديه لهم، لاني نظرت الى شعبي لان صراخهم جاء الي. حنين قوي ربنا، جميل، منتهى الجمال، رغم انه زعلان منهم، رغم ان ربنا واخد على خاطره وعارف ان هم بيغلطوا وان اصرارهم على اختيار ملك ده ضد ارادته، لكن في ذات الوقت من حنيه قلب ربنا انه يقول لهم حاضر انا هجيب لكم اللي يخلصكم من الفلسطينيين. فلما راى صموئيل شاول اجابه الرب، هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول الى صموئيل في وسط الباب وقال، اطلب اليك اخبرني اين بيت الرائي. فاجاب صموئيل شاول وقال، انا الرائي، اصعد امامي الى المرتفعه فتاكل معي اليوم، ثم اطلقك صباحا واخبرك بكل ما في قلبي. اما الاذن الضاله لك منذ 3 أيام، أما المدن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها، لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل؟ أنت بتدور على حمير؟ هيقولوا كلام غريب بقى، أنت بتدور على حمير؟ إذا جت على الحمير اللي دوختك بقى لك 3 أيام دي إحنا لقيناها. مش بقولك كل حاجة بتدبير الله؟ وربنا ما خرجوش عشان يلاقي الحمير، وهو ما لقاش الحمير، لا الحمير صمويل والناس بتوعه، فقالوا لا احنا لقينا الحمير، طمن ناحيه الاوتون دي ما تقلقش على الموضوع ده، وانت لسه بتدور على حمير يا راجل، كل ما يشتهي اسرائيل هيكون بتاعك انت، ده انت هتبقى ملك. هو لسه مش فاهم، شوف الكلمه ازاي، يقول له احنا كنا في ايه كام، الايه 20، أما الأوتن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها، لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل، أو شهي إسرائيل، كل ما يشتهي إسرائيل، أو كل ما هو يشتهى في إسرائيل، كل خيرات إسرائيل هي بتاعتك، لأنك هتكون ملك إسرائيل. فسيبك من حكاية الحمير دي، ده أنت بكرة هيبقى عندك فرسان وخيول ومركبات وجنود، هتبقى الرئيس الأعلى اللي بيملك كل هذه القوات، كل ما يشتهي إسرائيل هو لك، فسيبك من حكاية الحمير، أليس لك ولكل بيت أبيك؟ كل العز ده هيبقى عندك وفي بيت أبوك. شاول برضو مش فاهم، فأجاب شاول وقال، أما أنا، شوف هيتضع بقى جدا، ودي صفة، إذا كنا شفنا كذا صفة قبل كده، إنه هو إنسان مطيع وإنسان مخلص، إن مشاعره حلوة ناحية أبوه، انه حسن المنظر، انه طويل القامه، انه بسيط، ما ملوش في الامور الدينيه، وما يعرفش من هو الراي ومن هو رجل الله، يعني راجل هلهلي في المواضيع دي ملوش فيها. يعني من الصفات التانية الكويسه الحلوه اللي فيه اللي هنلاقيها دلوقتي، انه انسان متضع جدا، استكتر على نفسه الكلام اللي بيقوله صموئيل، قال له سيبك من حكايه الحمير ديا، كل ما يشتهي اسرائيل هو بتاعك، كل خير إسرائيل هيكون بتاعك أنت وأبوك، في بيتك وفي بيت أبوك. فأجاب شاول وقال، أما أنا بنيميني من أصغر أسباط إسرائيل، عشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ قال له ده أنا أصغر الأسباط، وإحنا نعرف قبل كده من سفر القضاء أنه حصلت حرب أهلية بين الإخوات، كادت انها تقضي على سبط بنيامين، سبط بنيامين فضل منه 600 راجل، وما كانواش عارفين يتجوزوا، شفنا الكلام ده في سفر القضاء قبل كده، وما كانواش عارفين يتجوزوا لان كل الاسباط خدت عهد انها ما يدهمش من بناتهم، فكاد السبط انه يفنى، فعشان كده بيقولوا ده انا اصغر واحد فيهم، ومن ناحيه العشيره انا اصغر عشائر سبط بنيامين، اصغر كل عشائر اسباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ كتير عليا الكلام ده، انا لا عندي خير ولا ما يشتهي اسرائيل،
ولا في بيتي وبيت أبويا عز. أنا راجل غلبان من أصغر عشيرة في أصغر سبط، راجل نكرة ماليش، راجل بدي طالع يدور على شوية حبير، تقوم تقول لي كل ما يشتهي إسرائيل هو في بيتك وبيت أبوك؟ أنا ماليش في الكلام ده. فكان إنسان متضع. فأخذ صموئيل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين. كبروا بقى وقعدوا على رأس المائدة وهم نحو 30 راجل. وقال صموئيل للطباخ، هيدينه نصيب كبير، كل ده بيكرمه بيكبره وبيكرمه وسامع من ربنا ان ده لا يكون الملك، فعشان كده بيكبره بيقدمه للشعب. وقال صموئيل للطباخ، هات النصيب الذي أعطيك إياه، اعطيتك اياه الذي قلت لك عنه، ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع كل ما عليها وجعلها امام شاول، فقال هو ذا ما ابقي ضعه امامك وكل، لانه الى هذا الميعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب. فاكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ولما نزلوا آية 25، ولما نزلوا من المرتفع الى المدينه تكلم مع شاول على السطح وبكروا، وكان عند طلوع الفجر ان صموئيل دعا شاول عن السطح قائلا قم فأصرفك. فقام شاول وخرج كلاهما هو وصموئيل إلى الخارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول، قل للغلام أن يعبر أمام قدامنا. فعبر، أما أنت فقف الآن فأسمعك أو أسمعك كلام الله. وهم خارجين في الصباح بقى بعد ما بيت وأكرمه، قال له قل للغلام يطلع قدام، في كلام بيني وبينك ربنا قايل لي ان انا اقوله لك، ف خلي الولد ما يسمعش، يعني اصرف الولد يبعد عننا شويه، اما انت بقى فتعالى هقول لك كلمتين في ودنك انا سمعتهم من ربنا. صموئيل ده راجل جميل قوي، عمال يتلقى رسائل من الله ويعلنها لاخرين في مهام ربنا كلفه بيها. احنا شفناه وهو بيخبر عالي قبل كده بقضيه، وكان صبي صغير، كان لم يتجاوز 12 من عمره، 12 سنة، عيل صغير، وبيبلغ رئيس الكهنة عالي، بيبلغه برسالة في منتهى الخطورة، بيقول له البعيد ربنا رفضك، بيقول له ان انت هتموت وعيالك هيموتوا، الكهنة اللي افسدوا الهيكل ده، مهمة صعبة قوي. لكن هو اعتاد كده، اعتاد انه يتكلم يا رب، فإن عبدك سامع وعبدك مطيع جدا، مستعد انه يوصل خدمتك وكلمتك اللي انت عايزه. المرة دي انا راجل شيخ كبير، شعبي رفضني لانه رفض ان يكون له ملك بيقوده، ليك انت شخصك انت الاله يا رب يسوع لك المجد، وبالتالي رافض ارشادي ومصر على هذه المهمة الصعبة. فيعني عايزك تتخيل مشاعر صموئيل وهو بيقوم بهذه المهمة، لأنه هو لسه مجروح وصعبان عليه، صعبان عليه، مش صعبان عليه أنه مرفوض بقى دلوقتي، صعبان عليه أنه الله مرفوض، يعني صعبان عليه أنه بي 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 بيخبر الملك الجديد ده شاول ده أنه هيهوم مع التحفظ، يعني أو بين قوسين لو جاز لينا أننا نقول يقوم بمهام كان الله بيقوم بيها. يعني شاول النهاردة هيبقى مع الفارق، يعني مع التحفظ في اللفظ، هيقوم مقام الله، لأن الشعب كان بيقاد بقيادة إلهية ثيوكراتيك، دلوقتي هيبقى له ملك زي بقية الشعوب. فالمهمة تقيلة جدا على قلب صموئيل، لكنه تعلم أن يطيع وأنه يخبر بما يخبره الله. آية الأولى من الإصحاح العاشر، فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل. ده رجل بيشوف رأي وأذنه مفتوح، فاداله علامات عشان يأكد لشاول أن اللي أنا بقوله لك ده مظبوط من عند الله، هيحصل كذا. خلي بالك الغلام من الأول أكن ربنا اتكلم في ودن الغلام أيضا، الغلام اللي وياه. مين اللي قال للولد ده
تعال نروح عند الرائي فيخبرنا أي طريق نسلك. ده طريق تاني خالص خالص، تدبير تاني خالص، وتدبير ترتيب خالص تاني خالص. عارف وأنا بقرأ الإصحاحين دول افتكرت القصة بتاعت يونان النبي اللي طالع رايح ترشيش، ربنا خده من ناحية سكة تانية وأمر الحوت وأمر البحر وأمر الريح وأمر اليقطينة وأمر الدودة، القصة العجيبة بتاعت يونان النبي دي. تدبير، شوف قصة خيوطها كلها في يد الله، ربنا اللي عمال يحرك كل الأمور في يده هو. فصمويل بعد ما صب قنينة الدهن، ودي مهمة صمويل، واحنا قلنا كده لا في أول لما كنا بندرس سفر صمويل، قلنا أن صمويل ده الكبري اللي هيربط القضاء بالملوك، رجل جه لهذه المهمة أن في إيده قنينة الدهن يصبها على رأس الملوك ويعبر بشعب بني إسرائيل من فترة القضاء إلى فترة الملوك. فأخذ صمويل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله، برضو مشاعره حلوة باسه. أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر رحيل في تخم بنيامين في صلصح، فيقولان لك قد وجدت الأذن. الله عم أديك هتلاقي الحمير هو، يعني ما تقلقش. قد وجدت الأذن التي ذهبت تفتش عليها، وهو ذا أبوك قد ترك أمر الأذن واهتم بكم قائلا ماذا أصنع لابني. يعني مشاعرك يا شاول كانت مشاعر صادقة، وكان عندك حق في هذه المشاعر، وأبوك فعلا قلقان عليك، ففعلا يعني كانت مشاعره كويسة. وتعدو من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوط الطابور، فيصادفك هناك ثلاث رجال صاعدون إلى الله إلى بيت إيل، واحد حامل ثلاثة جداء، وواحد حامل ثلاثة أرغفة خبز، وواحد حامل ذقة خمر، فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. أول ناس هتقابلهم الرجلين دول اللي عند قبر رحيل دول في المنطقة الأولانية اللي هتقابل فيهم فيها، دول هيطمنوك على الأذن وهيطمنوك على أبوك، ويقول لك إن أبوك قلقان عليك لكن يعني إحنا لقينا لك الأذن. دي أول علامة. العلامة الثانية ثلاث رجال شايلين خبز وذبائح جداء وخمر، ذقة خمر، هدوك عيش، هأكلوك عيش. أنا قلت لك إن الخير هيكون في إيدك، لأنه اللي بيعين من الله لابد إن ربنا له المجد يهتم بيه. من اللويين إحنا شفنا إن نصيب الله ليس لهم أرض، وليس لهم في الفلاحة، وليس لهم في الخزين، وليس لهم في أي عمل من أعمال الأكل العيش، يعني لأن ربنا له المجد هو اللي متكفل بيهم مش هيسيبهم. فاللي التلاتة دول يشيروا لاهتمام الله بولاده، هيدوله خبز، ممكن يشيروا للثالوث القدوس، إشارة، مجرد إشارة، هم مش ظهور لله، لا طبعا مش من الظهورات بتاعت العهد القديم، لكن هي إشارة، أو يعني ممكن يشوف فيها رمز، رمز لاهتمام الله بولاده اللي بيأكلهم خبز. فهم شايل خبز وشايل خمر وشايل تلت جداء ذبيحة، وهنا احنا بنشوف ذبيحتين، ذبيحة الخمر والخبز دي على طقس ملقي صادق، وذبيحة الجداء الذبيحة الحيوانية دي بتاعت هارون وبتاعت العهد القديم. فالله له المجد، الثالوث القدوس اللي بي 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 بيسير كل الأمور، إله العهد القديم وإله العهد الجديد، هو اللي بيهتم بولاده. فأنت هتشتغل على حساب الله في الأمور اللي جاية، أنت هتبقى بتاع ربنا، فلازم ربنا يهتم بيك. إذا كان العالم بيهتم بولاده، ربنا ما يهتمش بخدامه؟ علشان كده ربنا له المجد قال اللي يكرمكم يكرمني واللي يرزلكم يرزلني، فانتوا بتوعي، انا اللي بهتم بيكم اللي برتب لكم. فاحنا كنا في آية 4، يسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. بعد ذلك تأتي إلى جمعة الله حيث أنصاب الفلسطينيين،
ويكون عندي مجيء كده هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء. دي تالت علامة. العلامة الأولانية الاتنين اللي هيقولوا له إن إحنا لقينا الأذن اللي كانت تايهة. العلامة التانية التلاتة اللي هيأكلوك من الخبز فيطمنوك عمرك كله إن فعلا كل خيرات وكل مشتهيات إسرائيل هي في بيتك وبيت أبوك، لن أتركك وهتم بيك. التالتة إن أنت هتقابل زمرة من الأنبياء وهيحل عليك روح الله وهتتنبأ باسمهم وهتبقى في وسطهم. أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفع وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال. وهو ذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة 7 أيام تلبث حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل. أنا أروح أقدم لمدة 7 أيام ذبائح، هدي لك سبورت في ظهرك من ورا بالذبائح وأرشدك وأعلمك، هاخد من ربنا إرشاده وهاجي أقول لك. صموئيل ده جميل جدا، رجل عمال يتلقى رسائل، عينه مفتوحة لأنه رائي، ودنه مفتوحة لأنه بيسمع ربنا واعتاد أنه يقول له تكلم يا رب فأنا عبدك سامع، ورجل المهام اللي بيوصل بياخد من الله وبيسلم ولاده. العلامات علامات جميلة وتوريك قد إيه أنه كل الأمور في تخطيط الله وفي تدبير عناية الله. آية 9، وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر. وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم، أتت عليه يعني. النقطة اللي وقفت عندها ولاحظتها أنه بيقوله تتحول إلى رجل آخر، وهنا دي نبوة صموئيل عنه. في الآية اللي بعدها يقول أنه أعطاه قلبا آخر، لكن مش قلبا جديدا. وشرح كتاب مقدس وقفوا عند الكلمة دي شوية وقالوا في فرق بين القلب الجديد والقلب الآخر. هو قلب آخر لكن مش جديد، يعني تحول لشكل آخر لكن مش أوريجينالي قلب طفل زيرو على زيرو. يعني داود النبي كان بيتكلم عن قلب نقيا اخلق فيه الله، خلقة جديدة. واخد بالك؟ خلقة جديدة. احنا بالمعمودية بناخد قلب جديد، بناخد روح جديد، خلقة جديدة، خليقة جديدة فينا. خليقة بتكون جديدة تماما. لكن اللي هنشوفه في شخصية شاول بعد كده انه شخصيته ما ابتدتش جديدة لكن تحولت لشكل آخر. هذا الشكل الآخر عبارة عن، أقولها إزاي يعني، عبر عنها إزاي يعني تحول ظاهري، هي دي الكلمة، تحول ظاهري لكن مش تحول جذري. وده اللي هنشوفه في شخصيته بعد كده، إنه ابتدى كويس لكن البداية ما كانتش بداية جادة جدا، بقلب جديد بروح جديد لكن بقلب آخر. في فرق كبير بين الاتنين. يعني في إنسان يظهر مشاعر، المشاعر دي قد تبدو أنها كويسة لكن لأن جذورها ما هياش روحية ومش بنية صافية وبنية خالصة لوجه الله، يعني زي ما بيقولوا، فبتكون ممكن تكون انفعالية. يعني هو دلوقتي لما هيحل عليه روح الله وهيتنبأ في وسط الأنبياء هيكون انفعالي أكتر منه إنسان روحي له جذور. هو روحيا هو له صفات حلوة زي كثيرين من الناس الأخلاقيين. يعني أرجو أن أنا أكون قادر أوضح النقطة بالضبط عشان نكون فاهمين الفرق بين الاثنين. يعني هو أخلاقيا إنسان عنده أخلاقيات لكن روحيا ملوش. ان يكون عنده اعماق روحيه وعلاقه قويه بالله
يعني اتصال حقيقي وعلاقة حقيقية في مخدع، يعني شتان بين شخصيته دي اللي قد تبدو فيها حاجات كويسة، وشخصية صموئيل اللي من جذوره من طفولته تعلم أن يركع أمام الله ويلتصق بالله ويكون ربنا هو كل حياته. فرق كبير بين الاثنين. شخصية شاول كانت تميل للانفعال، كانت تميل ايموشنال، هي كده بالظبط، يعني بحاول الاقي تعبير تاني مش لاقي، لكن هو كان انسان ايموشنال، يتاثر وقتيا، يتاثر لحظيا، لكن في الواقع القلب ده مش جديد، لكن قلب اخر يظهر صوره تانيه، which is okay لو كانت لها جذور حقيقيه جواه، لو كانت بنيه فعلا صادقه انه انا عايز اتحول يا رب، مش بكتفي بالمظهر وبالشكل الخارجي. فيقول كان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر، بقى واضح أنه هو يعني بقى له شكل آخر. أتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم، ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا الذمرة من الأنبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم، ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء قالوا، قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس؟ ايه الحاجه العجيبه ده؟ منظر عجيب قوي. ابن قيس اللي احنا عارفينه ان هو مالوش في الكلام ده خالص، انه راجل بتاع يعني حياته الشخصيه وشاب زي كل الشبان، مفتون بعضلاته، مفتون بشكله، مفتون بطوله، مفتون يعني، لكن ان هو يكون في وسط الانبياء وبيتنبأ زيهم. أشاول ايضا بين الانبياء زي حتى انت يا بروتوس نفس يعني النغمة يعني. أشاول أيضا من الأنبياء، فأجاب رجل من هناك وقال ومن هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلا أشاول أيضا بين الأنبياء. يمكن من هو أبوهم دي بتقع على الأنبياء يعني، يعني أنتوا بتفرقوا ليه يعني؟ فصار مثل بيقول أشاول أيضا بين الأنبياء، يعني لما يلاقوا حاجة عجيبة كده، حاجة غريبة، بقت مثل أشاول أيضا بين الأنبياء زي حتى أنت يا بروتوس، يعني حتى أنت يا فلان، فبقت يعني مثل، بقى مثل. آية 13، ولما انتهى من التنبؤ جاء إلى المرتفعة فقال عم شاول له، عمه بقى اللي هو أخو قيس، فقال عم شاول له والغلامي إلى أين ذهبتما؟ فقال لكي نفتش على الأتن، ولما رأينا أنها لم توجد جئنا إلى صموئيل. فقال عم شاول أخبرني ماذا قال لكم صموئيل؟ فقال شاول لعمه أخبرنا بأن الأتن قد وجدت، ولكنه لم يخبره بأمر المملكة الذي تكلم به صموئيل. ودي حاجة مش عارف، أنا بطلت عد ربعة خمسة يمكن من الحاجات الحلوة في شاول، يريد حد يقعد يرتبهم لنا كده، أنه من الحاجات الحلوة أيضا في شاول أنه كان كتوم للسر، ودي حاجة كويسة، دي تحسب له جدا، انه قال له على احنا انت مش بتسالني عمي، وعمه اللي ساله، فبيقول له انكل انت بتسالني على ان كان ايه اللي جرى، هو قال لنا على الحمير، لكن حته انه صار ملك دي حفظها لنفسه، خباها جواه، يمكن اتضاع، يمكن لانه مش مصدق، ما اعرفش، لكن انا شفت فيها حته حلوه انه راجل مش برباط في الكلام، يعني ما يتبرعش انه يجيب اكتر من المطلوب. في ناس تتبرع كده بالكلام، يقعد يبربط في الكلام زي ما الست العذراء، مع الفارق طبعا يعني، لكن زي الست العذراء لما كانت تحفظ هذه الامور في قلبها. جميل الانسان اللي في الامور العاليه يعرف يداري على شمعته، احنا بنقول لله واللي علينا. شاول كان حلو في الحاجات دي الحقيقه يعني، لكن كان قلب اخر، يا ريته كان قلب جديد. لو كان قلب جديد كانت فرقت كتير من قلب آخر ديا. ولكنه لم يخبره بأمر المملكة الذي تكلم به صموئيل. 17، واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفاة. هو صب عليه الزيت خلاص، يعني هو بقى الملك، فضل الإعلام بقى. استدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفاة وقال لبني إسرائيل هكذا يقول الرب إلى إسرائيل، إني أصعدت إسرائيل من مصر وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم.
تحس كده ان تاريخ شعب بني اسرائيل ده مستمر وياهم، مستمر وياهم، مستمر وياهم، مستمر وياهم. يعني احنا لما بنفكر ولادنا ان احنا ولاد الشهداء، اننا ولاد ماري مرقص، الكنيسه القبطيه مرت بايه ومرت بايه ومرت بايه، والتاريخ القديم كان شكله ايه، والتاريخ الحديث اللي احنا عاصرناه ازاي، شفنا يد الله. ده شيء جميل جدا، شيء حلو قوي ان احنا نذكر ولادنا ونذكر نفسنا بعمل الله في حياتنا. اني اصعدت اسرائيل، ايه 18، قال لبني اسرائيل هكذا يقول الرب الى اسرائيل، اني اصعدت اسرائيل من يد مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم. والنهارده دلوقتي بقى بيقول عريضه او حيثيات تنصيب، ليه انا بنصب لكم الراجل ده؟ تاريخكم كذا 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 كذا، ربنا عمل معاكم كذا كذا كذا، انتم مش عاجبكم هذا الكلام ورافضينه. قلتم له بل تجعل علينا ملكا، فالان امثلوا امام الرب حسب اسباطكم والوفكم، رتبهم بحسب الاسباط والشعائر بتاعتهم. فقدم صموئيل جميع اسباط اسرائيل، فاخذ سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، فأخذت عشيرة مطري اللي منها قيس اللي هو أبو شاول، فأخذت عشيرة مطري، وأخذ شاول بن قيس ففتشوا عليه فلم يوجد، فسألوا أيضا من الرب هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا؟ قال الرب هو ذا قد اختبأ بين الأمتعة. ودي صفة أيضا جميلة في هذا الإنسان، أنا قلت لك إنه هو ما قالش لعمه بأمر المملكة، ولما صموئيل قال له، قال له ده أنا من أصغر سبط ومن أقل عشيرة أطلع مين أنا؟ فهو متضع في النقطة دي. لما جه وقت تنصيبه بقى، وقفوا في احتفال رسمي وجم يعلنوا عن هذا الملك، ما لقوهوش. ربنا قال لصموئيل ده مختبئ بين الأمتعة، دخل جوه أوضة فيها مخزن كده، فيها شوية هدوم وشوية بتاع وشوية أمتعة وشنط وبتاع، واستخبى في الوسط، خجل منه أو اتضاع منه أو هيبة ورهبة منه، صفات حلوة يا ريتك استمرت فيه، فدي من الصفات الحلوة اللي فيه أيضا. فركضوا، آية 23، فركضوا وأخذوه من هناك، فوقف بين الشعب، فكان أطول من كل الشعب من كتفيه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب أرأيتم الذي اختاروا الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب؟ وما تقوليش اهو ربنا اللي اختاره باعتراف صموئيل. صموئيل عايز يقول لهم ارايتم الذي اختاره الرب حسب قلوبكم؟ مش ده اللي انتوا عايزينه؟ اه ربنا جاب لكم اللي انتوا بتفكروا فيه، ربنا جاب لكم حسب قلوبكم، ربنا جاب لكم اللي انتوا عايزينه، اهو اطول واحد فيكم واعظم واحد فيكم وافخم واحد فيكم. عشان كده لو ارجع للسؤال اللي انا سالته في الاول خالص، يا ترى لو كان ربنا اختار داود كان وافقوا عليه؟ بلا شك لا، لانه مش حسب هواه. فاختيار الله هنا مش تدخل من الله او فرض اراده الله، ده ربنا بيساعدهم في ان هو ينفذ ليهم اللي هم عايزينه، بدل ما يقعدوا يلفوا ويتوهوا ويخبطوا في بعض ويضربوا في بعض ويحصل انقسامات، بقى لهم ها اديني جبت لكم واحد اهون، قالوا اه هو ده اللي احنا عايزينه. فهتف كل شعب وقالوا ليحيى الملك، فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب، ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته. وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة، وذهب معه الجماعة التي من الله التي مس الله قلبها. وأما بنو بليعال، المجموعة بقى اللي عبدت الأوثان اللي قلوبها وحشة، أما بني بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا؟ دول بقى اللي احتقروه، فاحتقروه ولم يقدموا له هدية. آخر صفة يقولها الإصحاح ده عنه، فكان كأصم، يعني هو كان اتضع ورفض وقال له ده أنا أصغر واحد، زي تقول لي إن خير إسرائيل هيكون عندي وفي بيت أبويا، ده أنا بنياميني أصغر سبط وعشيرتي أصغر عشيرة. لما قابل عمه اتضع وقال له، كتم السر، قال له لقينا القطن،
إذا كنت بتدور على الحميرة دي نلقيناها وكتم السر. لما جم ينصبوه استخبى بين الأمتعة، ولما الناس الوحشين بني بليعال دول رفضوا إن هم يملكوه عليهم وقالوا كيف يخلصنا هذا، واحتقروه ولم يقدموا له هدية، كان كأصم يعني ما فتحش بقه، ولكنه بيسمع ولكنه بيتكلم لكن ولا سمعت. ضبط النفس دي الكلمة الحلوة اللي اتقال عنه، ففي صفات حلوة، لكن يا ترى يستمر بهذه الصفات الحلوة؟ لا، حسب اللي احنا نقرأ فيما بعد هو كان قلب آخر لكنه ما كانش قلب جديد. ياريته كان قلب جديد. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.